وللمزيد حول ذكرى يوم الأرض الفلسطينية في ظل التداعيات الإقليمية والدولية وتجاذبات الداخل، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. أهلا بك معنا أستاذ ماهر. أهلا فيك. أهلا بك أستاذ ماهر. إحياء ليوم الأرض، خرج الفلسطينيون في العالم في تظاهرات وفعاليات لإعلان تمسكهم بأرضهم. ما الذي يمثله هذا اليوم في الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني والعربي؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني اليوم يصادف الذكرى 46 لذكرى يوم الأرض الفلسطيني الخالد، هذا اليوم الذي التحم به يعني جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وخرجوا لمواجهة يعني قرار إسرائيلي بضم والاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضي الزراعية في المدن الفلسطينية المحتلة عام 48. هو لا شك يوم يجدد فيه الشعب الفلسطيني تمسكه بنضاله وتمسكه بكافة حقوقه المشروعة غير المنقوصة. في هذا اليوم شعبنا الفلسطيني يحيي هذه المناسبة من خلال الفعاليات الميدانية في الشوارع. يعني هنا في أوروبا كانت هناك عديد من الفعاليات الميدانية والوقفات التي تحيي هذا اليوم الذي يؤكد ويجدد شعبنا في هذه الذكرى، في ذكرى يوم الأرض، تمسكه بأرض فلسطين من البحر إلى النهر، وتمسكه بحقوقه المشروعة، وتجديد العهد والولاء لفلسطين، أن شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج يعني متمسك بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس المحتلة. بالتالي يعني هذا اليوم هو يوم الشهداء، يوم الأسرى، يوم الجرحى، يوم يعني يجدد فيه شعبنا الفلسطيني تمسكه بكافة حقوقه. سيد ماهر، ما الذي يختلف في إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام عن الأعوام السابقة من حيث الأوضاع كما تعلم في فلسطين والعالم؟ نعم، يعني اليوم يعني هذه الذكرى تحل في ظل يعني وضع سياسي فلسطيني متأزم، ووضع دولي أيضا، ومشاريع يعني تستهدف القضية الفلسطينية، وخاصة اليوم نحن نتحدث عن موجة يعني التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا اليوم ذكرى يوم الأرض يأتي في ظل أيضا تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. يعني شهدنا خلال أسبوع 3 عمليات يعني للمقاومة الفلسطينية لأبناء من فلسطين. هذه العمليات يعني في اليوم الذكرى تأتي في ظل فعلا يعني تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني في الضفة الغربية، للرد على اقتحامات المستوطنين وأيضا سياسة التهويد الإسرائيلي وسياسة التمييز العنصري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. يأتي أيضا هي رسالة، يعني رسالة في هذا اليوم للقمة التي عقدت يعني بالأمس في العقب، يعني بحضور القمة العربية الإسرائيلية وأيضا بحضور وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب. هي رسالة لهؤلاء المطبعين أن شعبنا الفلسطيني يرفض التطبيع من الاحتلال الإسرائيلي، وهو الرد الطبيعي على مثل هذه الزيارات وهذه طيب. يعني الاتفاقية. يعني سيد ماهر، يعني هي رسالة كما ذكرت على رفض التطبيع، ولكن ما الرسالة التي أرادت إيصالها تل أبيب من خلال اختيار هذا اليوم يعني هذا الاجتماع؟ يعني حكومة الاحتلال الإسرائيلي تريد يعني أن توصل رسالة أن هناك يعني عدد من الأنظمة العربية أو الحكومات وافقت على يعني تطبيع علاقاتها مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا الاحتلال يحاول ويسعى لبناء لأن يكون أمر طبيعي موجود في المنطقة العربية. لكن يعني هو يصطدم دائما يعني بهذا هذه يعني هذه الاتفاقيات تصطدم بشكل دائم بالإرادة الشعبية لشعوبنا العربية والإسلامية التي ترفض بشكل دائم ومتواصل، ترفض اتفاقيات التطبيع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. ونحن شهدنا العديد من الحراكات الشعبية والمواقف الشعبية، يعني حتى من الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع كالإمارات والبحرين والمغرب. الموقف البحريني كالشعبي والإماراتي وأيضا يعني المغربي هو رافض لاتفاقيات التطبيع. وبالتالي يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا من خلال مثل هذه القمم أن يقول أن هناك يعني هذه اتفاقيات التطبيع هي يعني تثمر في أن يكون يعني هذا الاحتلال كيان طبيعي موجود في المنطقة. ولكن يعني الأحداث سواء كان على الأحداث العمليات الفلسطينية في الداخل أو من خلال المواقف الشعبية العربية وشعوبنا العربية الإسلامية الرافضة لمثل هذه التطبيع، هي يعني تضع هي حجر عثرة في يعني إتمام هذه المشاريع
وأن يكون هذا الاحتلال الإسرائيلي كيان طبيعي موجود في المنطقة، وبالتالي يعني هي مساعي لهذا الاحتلال، مساعي فاشلة ستفشل أيضا أمام الإرادة الشعبية الرافضة لكل اتفاقيات التطبيع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هناك الآن كما تعلم يعني في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وتعاطي الغرب مع هذا الملف، هناك سخط لربما يكون عالمي على الازدواجية الغربية في التعاطي مع هذا الملف دونا عن الملفات العربية وخاصة الفلسطينية منها. كيف يمكن للشعب الفلسطيني استغلال مثل هذه الاحتجاجات لصالحه؟ نعم، يعني اليوم للأسف يعني كما تحدث هناك ازدواجية في المعايير، هناك يعني موقف دولي داعم لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، بينما نجد أن هناك يعني هذه نفس المواقف يعني تكون ضد مقاومة الشعب الفلسطيني لهذا الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نحن كشعب فلسطيني يعني علينا أن نستفيد من مثل هذه المواقف، بأن يعني هي تفضح الموقف الدولي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والمنحاز يعني الذي يرفض أن يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، وأن يكون يعني شعبنا الفلسطيني أن يستغل حتى في القانون الدولي هناك حق مقاومة للشعوب، كل شعب يخضع تحت الاحتلال. فما الفرق بين الشعب الأوكراني والشعب الفلسطيني؟ شعبنا الفلسطيني يعني والكثير من شرائح شعبنا أعلن التضامن مع الشعب الأوكراني انطلاقا من أنها قضية إنسانية، يعني شعب تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم يعني المحتل، وبالتالي هذا أيضا ينطبق على شعبنا الفلسطيني. نحن كشعب فلسطيني نعيش تحت أقدم احتلال في التاريخ وآخر احتلال في هذا التاريخ، وبالتالي من حقنا كشعب فلسطيني أن نقاوم هذا المحتل بكل الوسائل المتاحة حتى نستعيد كافة حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها أن يعود شعبنا الفلسطيني وأن يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي وأن نبني الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وبالتالي حق طبيعي للشعب أن يقاوم هذا الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نرفض التعامل بازدواجية بالمعايير. فكما قلت الشعب الأوكراني يعني هو يعني يواجه احتلال، وأيضا نحن الشعب الفلسطيني الأولى أن يكون هناك موقف داعم لحقوق شعبنا الفلسطيني الذي يعني نعيش هذا الاحتلال وهو آخر احتلال في التاريخ، ويعني وبالتالي من حق شعبنا أن يقاوم هذا الاحتلال الإسرائيلي وأن يواجهه بكل الوسائل وكل الإمكانات المتاحة، وأن يكون هناك موقف دولي داعم ومنصف لشعبنا الفلسطيني. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من أمستردام، المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك.